حقيقة احنا عندنا كده بعض المعلومات كده بتتقال، وهي معلومات للأسف مغلوطة، ان حساب الكهرباء الخاص ببيوتنا المصرية واستهلاكها، الحساب ده بيختلف على نوعية العداد. فيقول لك انت عشان نوع عدادك مثلا تقليدي فسعر الكهرباء بيجي لك قليل، لكن عشان انت العداد بتاعك يعني الكتروني مثلا فانت بيجي لك شريحة اكبر واعلى، فبالتالي انت حسابك في الكهرباء بيكون ازيد. الحقيقة دي معلومات مش صحيحة، والحكومة نفت يعني الانباء دي، وما تردد من معلومات عن اختلاف اسعار شرايح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم. طيب او المستخدم، كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشان اختلاف اسعار شرايح الكهرباء وفقا لنوع العداد المستخدم، تواصل يعني كان في تواصل ما بين وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده مع المجلس، ونفت الانباء دي كلها والمعلومات. طب احنا عايزين نعرف الحقيقه يعني تفاصيل اكتر وصحه المعلومات الواقعيه، وحضراتكم برضو تفهموا يعني نوعيه الحساب بتتم ازاي في العداد الكهربي، سواء كان تقليدي او مسبوق الدفع. عشان كده معانا الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. يا دكتور ايمن، تحياتي لحضرتك في البدايه. اهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي لمدرسه بني الكرام. يعني احنا عايزين نوضح اكتر للساده المشاهدين ايه تفاصيل الخبر ده، وازاي بيتم حساب شرايح الكهرباء، يعني سواء كان في مسبوق الدفع كعداد او عداد تقليدي كمان. هو طبعا طريقه الحساب واحده، ويمكن بيتم الاعلان عنها يعني في مؤتمر صحفي، وبيتم نشر الاسعار في جراء الوقائع المصريه، و وبتبقى في يعني مؤتمرات صحفيه وتوضيح كل القصه دي كلها. ولكن تاكيد لكلام حضرتك، هو سعر الكهرباء واحد، طريقه المحاسبه واحده، وطريقه المحاسبه ديت يعني بتعتمد على الاول نوع الاستخدام. يعني اقصد ايه نوع الاستخدام؟ احنا عندنا في جهد فائق، في جهد عالي، في جهد متوسط، في جهد منخفض. الاربع انواع دولت، كل نوع من دولت ليه سعر للكهرباء. يمكن المنازل مثلا بيبقى ليه برضو سعر معين ومحدد، سواء العداد بقى بتاعه زي ما حضرتك قلت تقليدي اللي هو بالفاتوره العاديه، او بالكارت اللي هو مسبوق الدفع او ذكي. كل الحاجات دي كلها هي مجرد اليه بتستحدث وبتطور علشان تسهيل وفي نفس الوقت يعني دقه لحساب الاستهلاك، وبتساعد المستخدم او المشترك او المستهلك على ان هو يعرف بالظبط استهلاكه امتى واستهلاكه فين ووصل لغايه فين وسحب قد ايه، علشان ما يفاجئش. يعني يمكن العدادات اللي هي التقليديه بيبقى فيها نوع من الصعوبه شويه ان انا اقدر ان انا اتابع استهلاكي. صحيح. يعني العداد اللي هو الكارت بيبقى لا، ده انا قدامي انا سحبت كام كيلو، سحبت من الفلوس اللي انا شاحنها قد ايه، فاضل لي قد ايه. نفس الحكايه برضه بالنسبه للعداد اللي هي الذكي. ويمكن ده الميزه الاساسيه، ان كل طرف يعني سواء المشترك او شركات الكهرباء بتاخد حقها بمنتهى الدقه. طريقه الحساب زي ما حضرتك قلتي طريقه واحده، ما فيهاش اي اختلاف خالص، لان ديت يعني اسعار بتبقى منشوره ومعتمده ومجلس الوزراء موافق عليها، فكل الحاجات دي يعني بتبقى موحده على كل انواع العدادات. ويمكن يعني مع اختلاف الانواع بتاعت العدادات، الثقافه بتاعتنا احنا المتعودين على العدادات اللي هي القديمه والفواتير التقليديه، بيبقى في تخوف وفي احساس بان العداد اللي هو الجديد دوت بيسحب اكتر، او صحيح. انا مصحوب. طيب ما هو في ناس برضو بتستخدم العدادات اللي هي مسبوقه الدفع يا دكتور ايمن بفكره الحصاله، يعني ان هي مثلا كل اسبوعين كده يعني تشحن الكارت اللي خاص بالكهرباء، فبالتالي بتفاجئ ان ممكن تكون دخلت في شريحه اكبر غير الشريحه اللي هي على قد استخدامها في البيت بتاعها. لا لا، ده لا كلام، مش لا كلام برضه. طبعا طبعا برضه انا بخش حضرتك اشرت النقطه ديت، لان دي من ضمن برضه المعلومات المغلوطه، ان انا لو شحنت كتير يبقى انا هخش في شريحه كتيره كبيره، او لو شحنت في نص الشهر يبقى انا هفضل على شريحه اعلى. بالظبط، في ناس كتيره قوي مننا فاهمه كده. لا لا، كل الكلام ده غير صحيح. بص حضرتك،
اول حاجه هو على حسب، يعني لو اتكلمنا على المنازل احنا عندنا 7 شرايح في المنازل. كل ما زاد الاستهلاك كل ما سعر الشريحه زاد، وفي نفس الوقت بتبقى ديت طبقا للاسعار، هي اسعار هي واحده، هي هنا زي العداد المسبوق الدفع زي العداد اللي هو التقليدي. ويمكن عايز اقول لحضرتك ان الناس اللي تحولت لعداد مسبوق الدفع لقت ان هي بدات تقدر توفر قيمه كانت بتدفعها نتيجه ان هو ان هي بتتابع بتقدر تتحكم. طب اختلاف الاستخدام بيفرق على حسب الوقت، بمعنى ايه يا دكتور ايمن؟ يعني مثلا في الصيف حضرتك عارف ان في مكيفات كتيره جدا بتكون في البيوت والمنازل المصريه، فبالتالي الاستخدام بيكون اكبر واضخم. نيجي في الشتاء ما بيكونش الاستخدام بيبقى زي الصيف، هل ده طالما انا بستخدم كتير في الصيف فدخلت في شريحه معينه فما اقدرش ان انا ارجع لشريحه ثانيه اصغر في قله الاستخدام في فصل الشتاء مثلا؟ لا لا، بص يا فندم، هو اول حاجه فتره المحاسبه هي 30 يوم شهر، كويس. لما بيخلص ال 30 شهر ال 30 يوم الشهر يعني بيرجع العداد اوتوماتيك، بيرجع مبرمج يرجع يعد من اول شريحه مره ثانيه، يعني كانه بيصفر خالص طريقه الحساب خالص ويبدا من اول كيلو بحساب الاول شريحه لغايه لما ينتهي الشهر، شوف هو وصل لغايه اي شريحه، وطبعا بيختم اول باول. طبعا بالعكس، يعني هو العداد مسبوق الدفع يمكن احنا وصلنا دلوقتي تركيب اكثر من 10.5 مليون عداد مسبوق الدفع، وما زلنا احنا يعني برضه بنتحول من عادات تقليديه لعادات اللي هي مسبوقه الدفع وبنطور. ده كان سؤالي الاخير لحضرتك يا دكتور ايمن، امتى يعني مش هتكون العدادات التقليديه موجوده في بيوتنا المصريه وهتبقى كلها مسبوقه الدفع؟ احنا ماشيين بخطه احلال للعادات التقليديه بالتدريج علشان يبقى كل العادات اللي عندنا كلها عادات يا اما مسبوقه الدفع يا عمليات ذكيه. ويمكن يعني كنا وضحنا قلنا ليه، علشان دوت بيساعد شركات الكهرباء، هي الحكومه نفسها او الدوله والمواطن، كل واحد ياخد حقه، وفي نفس الوقت تبقى عمليه حساب الاستهلاك دي بطريقه دقيقه واضحه للمشترك، ودي اهم حاجه تبقى واضحه للمشترك وهو شايف بالظبط ويقدر يوازن او يقدر يتحكم في الاستهلاك بتاعه طبقا للميزانيه اللي هو محددها. زي ما حضرتك اشارتي، انا حاطط مبلغ قد كده، فبالتالي يا جماعه خلي بالكم قللوا او رشدوا، والناس كلها دلوقتي بقت عارفه ازاي ترشد، ازاي تحافظ على الاستهلاك بتاعها بطريقة يعني بسيطة ومنشورة. يعني المتحدث باسم وزارة الكهرباء دكتور أيمن حمزة، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على هذا الشرح الوافي.